والله يعني لا شك إنه مباراة الفيصل والوحدات يعني دائما أظن أنا بنحكيهم قطبين الكرة الأردنية حاليا وبعمان بالذات. مباراة راح تكون صعبة بالنسبة للطرفين، الوحدات ما تتوج باللقب دوري وإحنا كمان يعني طلعنا ترتيبنا الرابع، يعني أكيد مباراة صعبة على الطرفين، بس أنا متأكد إنه مباراة راح تكون من أجمل مباريات راح تليق بسمعة الكرة الأردنية. إحنا يعني بالنسبة لنا كجهاز إجينا بنهاية موسم، يمكن الموسم عندنا حاليا بلش عشان هاي البطولة، وبإذن الله يعني راح نسعى وراح نأمل إنه وما راح نقصر ولا بإشي على إسعاد جمهور النادي الفيصلي العظيم. يعني طبعا أنت بغض النظر عن مباراة الوحدات والفيصلي، لو مباراة ودية بتكون مباراة بطولة، وإحنا الحمد لله رب العالمين جاهزين فنيا وذهنيا وبدنيا. إن شاء الله رجال أخضر زي ما عودونا بالمباريات القوية بيظهروا، وراح يكون إن شاء الله يعني اللاعبين لهم دور كبير، لأنه اللاعبين بصراحة راحت منا بطولة الدوري، لازم نراضي جماهيرنا الكبيرة اللي هي بصراحة إحنا جايين مشان نفرحهم في بطولة الكأس، بإذن الله إنهم نقدر نصعد للمباراة النهائية. مباراة الكأس مع الفريق يعني المنافس للفيصلي الوحدات، أكيد يعني إحنا يعني اشتغلنا بحيث إنه بإذن الله نسعدهم للجماهير، والجماهير كل جماهير الفيصلي قاطبة يعني بصراحة إنهم متفهمين كثير يعني للأمور اللي النادي مر فيها. جمهور الوحدات جمهور كبير وجمهور واعي، يعني إن شاء الله إحنا طوينا صفحة الدوري وتعهدنا إنه نحقق لقب الكأس إن شاء الله. عنا أول إشي هسه على مباراة الفيصلي، الفيصلي فريق كبير ولكن الوحدات فريق بطولات، إن شاء الله الله بيكرمنا في المباراة، مركزين كل التركيز على هاي المباراة إن شاء الله. اليوم بيكتمل فريقنا مع عودة لاعبين المنتخب، وإن شاء الله الله بيكرمنا ونحقق لقب الكأس، يعني منوعد الجمهور إنه يكون كأس وحدات إن شاء الله. مباراة مهمة لأن بعد إضاعة الدوري في الأمتار الأخيرة زي ما بيحكوها، جمهورنا عاتب علينا، إن شاء الله نقدر نرد عتب الجمهور علينا ونهدي نهائي الكأس إن شاء الله، وتأهلنا لنهائي الكأس ونهدي البطولة بإذن الله تعالى.